ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنجرب الرولوبس، ومعانا هنا الايس كريم. نفتح الرولوب. هي ديت الرولوب من جوه. طبعا نشيل ال البتاع ده وتبدأ تفتح معانا. الورقه اهيت نحطها، وناخد معلقه ايس كريم. نحطها في النص هنا كده، ونقوم هنقفل بقى عليها. نقول بسم الله. المشت طعمها، طعم الميكس بتاع الايس كريم معاها حلو. جربوه.